أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا عبر شاشة الجزيرة مباشر في هذه النافذة من مدينة نابلس. وهذه التغطية التي نتناول فيها بطبيعة الحالة الوبائية التي تمر بها هذه المدينة تحت جائحة كورونا، وأيضا الحياة العامة كيف تبدو هذا اليوم، وهو اليوم الخامس الذي تخضع فيه المدينة لحجر شامل وإغلاق شامل بقرار رسمي من الحكومة الفلسطينية، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. إذن هذا هو اليوم الخامس الذي تستمر فيه حالة الإغلاق الشامل على كافة مناحي ومرافق الحياة الاقتصادية والتجارية هنا في نابلس. رغم ذلك حركة السير والحركة المرورية تبدو نشطة هذا اليوم كما تظهر الصورة في هذه اللحظات، مع تواجد أمني من قبل الشرطة الفلسطينية التي تقوم بطبيعة الحال بتجديد بعض الإجراءات والتدقيق في بعض هويات المارين من أجل فرض وضمان تطبيق هذه الإجراءات المتعلقة بحالة الإغلاق. طبعا هذا الإغلاق مشاهدينا تخضع له مدينة نابلس بالإضافة لمدن أخرى في الضفة الغربية، وهو مستمر منذ 5 أيام وحتى الخميس القادم، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وفق المؤشرات والإحصاءات الرسمية المعلنة من قبل الجهات الفلسطينية والوزارات المختصة. هناك يوجد أكثر من 4000 حالة نشطة للمصابين بفيروس كورونا في هذه المدينة، مدينة نابلس التي يبلغ تعدادها السكاني قرابة 400,000 نسمة. وأيضا نابلس خلال الأيام والأسابيع الأخيرة كانت من ضمن أعلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية التي سجلت فيها وزارة الصحة أعداد مرتفعة للمصابين بفيروس كورونا. نحن نقف كما تشاهدون في الصورة أمام المستشفى الوطني، هذا هو المستشفى الحكومي الذي وبأمر رسمي طبعا من قبل وزارة الصحة تم تحويله منذ يوم أمس من أجل تخصيصه لاستقبال الحالات المرضية بفيروس كورونا، وذلك بعد وصول المدينة لمؤشرات خطيرة تتعلق بعدم توفر أسرة وعدم وجود أسرة شاغرة لأي مرضى جدد في المرافق والمراكز الصحية التي تعنى باستقبال حالات كورونا. لذلك وصل الأمر لحد خطير، لا يوجد أي أسرة شاغرة حاليا، لذلك تم تحويل هذا المستشفى الوطني الحكومي من أجل استقبال الحالات المرضية المتعلقة بفيروس كورونا منذ يوم أمس. وعلى نتيجة ذلك يأمل صناع القرار أو القائمون على الحالة الطبية هنا في نابلس أن يسهم ذلك في تخفيف حدة ذلك الخطر الذي يحدق بطبيعة الحال بمصابي فيروس كورونا. منذ أيام وأسابيع ما تزال تشهد المدن الفلسطينية ونابلس إحدى تلك المدن تسجيل ارتفاع مطرد بأعداد المصابين بفيروس كورونا. بالأمس فقط تم تسجيل أكثر من 200 إصابة جديدة أو ما يقرب من 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا هنا في نابلس، وحالتي وفاة وفق تقارير وزارة الصحة الفلسطينية. وأيضا يقابل ذلك تسجيل عشرات الحالات من التعافي من هذا الفيروس الذي ما زال يفتك بالحياة العامة ويجتاح العالم والمدن الفلسطينية، وبطبيعة الحال إحدى تلك المدن التي ما تزال تخضع لتأثير ذلك الفيروس وتلك الجائحة. هنا المحال التجارية بشكل عام مغلقة بشكل كامل باستثناء من سمح له بالعمل طيلة أيام الإغلاق الشامل، وهي المخابز والصيدليات وبعض محلات البقالة والمواد الغذائية والتموينية. أيضا كما تشاهدون هناك حركة ملحوظة للمركبات وحركة المرور، رغم أن القرار الإغلاق يستثني ويمنع حركة المواطنين سواء بمركباتهم أو حتى سيرا على الأقدام، ولكن ذلك لم يمنع العشرات من المواطنين من التوجه والتحرك بمركباتهم أو سيرا على الأقدام. هذا ما نشاهده على الأقل في شوارع نابلس في هذا الصباح في اليوم الخامس من أيام الإغلاق المستمر منذ 5 أيام وحتى الخميس القادم.
ربما نحاول استطلاع آراء بعض المارة هنا حول رأيهم بهذا الإغلاق المتعلق بجائحة كورونا. نتحدث مع بعض المواطنين هنا. مرحبا، يعطيكم العافية. ممكن نعمل نسألكم شو رأيكم بالإغلاق اليوم؟ كيف بتشوفوا أنتم كمواطنين بطبيعة الحال؟ الإغلاق منيح وبيمنع أنه الوباء ينتشر، بس طريقة الإغلاق هاي مش صح، لأنه بيكون في شدية أكثر، لأن هذا السير ماشي عادي والناس راحة جاية. الإغلاق إذا أنت تكسر السلسلة الوبائية يعني بيكون إغلاق شامل وكامل على جميع المناحي الحياة، هيك بتقدر انك تكسر السلسله الوبائيه، من غير هيك مش صح الكلام. ولكن القرار هو اقرار شامل بالاغلاق بشكل كامل، ولكن هناك يعني حاله خلينا نعتبر من عدم الالتزام مش من كل المواطنين يعني. مش عدم التزام المواطنين، المواطن اذا بقى في شديه راح يلزم، بس اذا في شديه مش راح يلزم كليا. وهي سنه الحياه كلها. في شديه الناس بتلزم، في شديه الناس مش راح تلزم مره. على مستواك الشخصي هل بدت تستشعر الخطر اكثر من فيروس كورونا في هذه الايام مع ارتفاع عدد الاصابات مؤخرا؟ اكيد 100%، صرت اشوفه قريب مني. يعني كل واحد الان بتحكي انت معي برضه خايف انك مش حاط برضه كمامه 100%. لكن برضه طبعا انت بترتدي كمامه، يعني هذا شيء قليل يحميك يعني نوعا ما، اضعف الوقايه بدل ما نقعد في الدارات بس ما عاملين معنا كمامه وماشيين. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه. يعني مشاهدينا، هذه عينه من بعض اراء المواطنين الذين التقيناهم هنا في الشارع في شوارع نابلس هذه الساعة. إذن مشاهدين، الإغلاق يعود مجددا لبعض المدن الفلسطينية بعد أن شهدت بالفترة الأخيرة حالة من الارتياح، ليس شبه تام ولكن حالة من الارتياح بفعل الابتعاد عن فرض الإغلاق سواء كان جزئي أو كلي. ولكن مؤخرا بات سيناريو الإغلاق سواء كان جزئيا أم كليا وشاملا لكافة مناحي الحياة يعود لبعض المدن نتيجة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا. رغم ذلك هناك حالة من عدم القبول وحالة من الرفض لفرض هذا الإغلاق الجزئي أو الشامل على مناحي الحياة نظرا لتأثيراته السلبية التي تضرب الاقتصاد وتؤثر سلبا على الحركة التجارية وحركة سوق الأعمال وحركة المصالح التجارية للمواطنين والتجار هنا. ونابلس تعد من أنشط المدن الفلسطينية في الضفة الغربية اقتصاديا نظرا لحجم التجارة الموجودة ورأس المال الموجود في هذه المدينة، لذلك هناك رفض من شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني لهذا الإغلاق، وفي المقابل يطالبون بفرض إجراءات مشددة أكثر عوضا عن فرض إغلاق شامل يؤثر على أرزاقهم ومصالحهم التجارية، لا سيما أن المواطنين لم يتعافوا بعد والاقتصاد لم يتعافى بعد من الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة الفلسطينية منذ انطلاق وبدء جائحة كورونا في شهر آذار الماضي، واستمر الإغلاق حينها لفترة أطول امتدت لشهور. إذن هذا ما تبدو عليه الحياة العامة هنا في مدينة نابلس وشوارع نابلس في هذا اليوم الخامس للإغلاق الشامل الذي فرض منذ الخميس الماضي ويستمر حتى الخميس القادم. رغم ذلك تسير وتيرة الحياة بوتيرة أقل وأبطأ من المعتاد مع وجود رقابة أمنية وانتشار أمني على بعض الشوارع وبعض المداخل الخارجية لنابلس أيضاً، وحركة سير مستمرة كذلك.
إذا مشاهدين، هذا الإغلاق يأتي على ضوء تسجيل أعداد مرتفعة بالمصابين بفيروس كورونا وأيضا بأعداد الوفيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، لذلك اتخذ هذا القرار تحت دوافع من أجل المحافظة على الحالة الصحية وصحة المجتمع الفلسطيني عموما. إلى هنا نصل بكم مشاهدينا لختام هذه النافذة المباشرة من مدينة نابلس، والتي تحدثنا بها خلالها أيضا عن الحالة الوبائية وعن الحياة العامة في ضوء الإغلاق المفروض على الحياة العامة هنا في نابلس، إحدى المدن التي تخضع للإغلاق الشامل في الضفة الغربية منذ 5 أيام. نشكر لكم طيب المتابعة ودمتم بأمان الله.